طلع على speed time profiling. والspeed time profiling قلنا هو ال input desired value لل control system. هلا لو أخذنا أبسط حالة، أنا ممكن إذا بدي أنتقل من نقطة لنقطة تانية إني أطلع فجأة للسبيد، تكون عندي سبيد هيك، هاي هون عندي V max أو V rated، هاي القيمة اللي هون، هذا هون V of T وهذا T. هذا بحقق لي أسرع انتقال من مكان لمكان، مظبوط؟ شو مشكلته؟ لا قبل الجيرب، إيش الإنفينيت هون؟ acceleration infinite. هذا مشكلته infinite acceleration. إيه تساوي infinite، لأنك لو اشتقيته شو بيصير معك؟ تطلع عندي impulse هون وimpulse هون، مظبوط؟ هذا في مشكلة بالinfinite acceleration. إيش المشاكل infinite acceleration؟ ليش أنا ما بقدر أعمل infinite acceleration؟ تمام. إذا أول شيء مشكلة infinite acceleration إنه A بتساوي infinity، إذا بدي infinite force F of T بده يكون infinite، وهذا طبعا مستحيل. هاي أول شغلة. المشكلة الثانية الانفينيت فورس، حتى لو توفرت راح تعمل لي شوك عالي جدا بالسيستم، فبتعمل ميكانيكال دامج، بتخرب هذا السيستم. المشكله الثالثه طبعا هيومن، هيومن كونستريت، الانسان ما بيتحمل. قديش بتحمل اكثر شيء الانسان؟ ماكسيمم بيتحمل 2 جي 3 جي. جسم الانسان ما بقدر يتحمل اكثر من هيك، مظبوط؟ الا الناس اللي مدربين، مظبوط، بتحمل 2 3 جي، اللي طيارين الطائرات النفاثة والهاي، مظبوط؟ بصير عنده بلاك، تمام، اللي بصير حجه بصير عنده بلاك اوت، او بصير عنده بصير بشوف بياض. ها لما بكون نازل بالطياره وبعمل هيك فجاه جي عالي جدا بتكون. اذا احنا عاده ما بنتحمل، يعني عاده الرينج اوف كومفورت ايه بدها تكون اقل مثلا من 1.5 متر بير سكند سكوير للانسان حتى يكون مرتاح بشكل عام. اذا هذه واضح انها ما بتشتغل. شو بدنا نعمل؟ كيف بدي اعدل هذا الكيرف؟ نعمله بدي احوله ترابيزويد. اذا مثلا ممكن اعمل زي هذا، عندي هون في اوف تي وهذا عندي تي. هلا اذا اخذت هاي صارت ايه طبعا فاينايت، مش هيك؟ الاكسلريشن صارت فاينايت، هاي ايه اوف تي راح تصير عندي هون لها قيمه. قديش قيمه ايه هون؟ زيرو. ولها هون قيمه اوكي واحد ونص متر بير سكند سكوير. عفوا شيكل هات سؤالك. اوكي ماشي هيك. شو صارت هلا الاكسلريشن؟ صارت فاينايت. حلينا هذول الثلاث مشاكل، بس شو المشكله عندي هون؟ الجيرك. هلا لو جيت حسبت الجيرك من هون راح يطلع عندي امبلس هون، راح يطلع معي امبلس هون، راح يطلع معي امبلس هون وامبلس هون. هذه جي اوف تي اللي هي دي اي اوف تي على طيب. هذول بعطوني ديسكمفورت، عدم شعور، عدم الراحه. لانك انت بتكون مثلا ماسك في باص او ماسك في سياره، بتحس فجاه انه الفورس اختلفت من قيمه لقيمه. هي ما طلعت لقيمه عاليه الفورس، الاكسلريشن محدوده، بس سرعه التغير في الاكسلريشن بتاعت الانسان شعور بعدم الراحه. اذا بنفضل اي شيء في ناس، اذا هي اول نتيجه مهمه. اذا عندي، اذا بعمل باسنجرز بدي اعمل ريستريكشن على الجيرك، لانه هون الجيرك انفينيت، هذا هون جي بيساوي انفينيت فاليو. جي طبعا اللي هي دي اي على دي تي. لو عندي جودز ما في مشكله، ما دام الاي ريستريكتد إذا هاي قاعدة مهمة. إذا عادة بتذكر المثال، حلينا أحد الأمثلة الهويست، مش حلينا الهويست، أخذنا اعتبرنا إنه ما في مشكلة بالإنفينيت الجيرك أو قيمة عالية للجيرك، بس لراحة الناس ولذلك أي شيء في بيبول أو باسنجرز راح يكون الجيرك عندي فاينايت. إذا هون فاينايت جيرك في الحالة هاي، ومسموح إنه يكون عندي إنفينيت جيرك في الحالة هاي. الشيء الثاني اللي بدنا نطلع عليه، في بعض الأحيان ممكن أعمل تراينجلر ويف فورم، وفي بعض الأحيان ما بستطيع إني أعمل تراينجلر ويف. يعني لو كان عندي مثلا مثال جودز بدي انقل الجودز من مكان لمكان زي المثال اللي اخذناه، وعندي هذا هون في اوف تي وهذه جودز ونو ريستريكشن اون توب سبيد،
يعني ما فيش عندي مشكله اوصل السرعه اللي مطلوبه هون حتى احقق تراينجلر بروفايل. فاذا عندي هون تراينجلر بروفايل راح يكون هذا شكله. هاي راح تكون في ماكس والاريا اللي راح اعطاها الديستنس اللي اعطاها هي الاريا تحت هذا، والزمن اللي راح ياخذني حتى اقطعه هو تي. بس هاي بتفترض انه ما عندي مشكله انا اوصل هاي السرعه، هلا هذا مش دائما صحيح وبدنا نطلع نشوف. اذا قدرت اني اوصل هاي السرعه هذا بحقق لي اقل وقت ممكن باقل اكسلريشن ممكن، وكل ما قللت الاكسلريشن شو بقل معي؟ انرجي. غير الانرجي التورك المطلوب من المحرك. اذا انا بقدر اعمل مينيمايزيشن للاكسلريشن بقدر اعمل ليميتيشن على التوب سبيد. لكن اذا في عندي ريستريكشن على التوب سبيد ايش بدي اضطر احول هذا البروفايل ترابيزويد. فنفترض انه في ريستريكشن على التوب سبيد هون مثلا، مضطر اني ارفع شوي الاكسلريشن عشان اقدر احقق نفس المسافه والزمن. اذا بدي اقطع نفس الزمن من هون هذا السلوب اشد من هذا السلوب، بس هاي المسافه نفس هاي المسافه. يعني حتى احقق نفس المسافه بس السبيد محدوده شو بدي اضطر اعمل في الاكسلريشن؟ واحد زيرو. اذا هون عندي هاي تي انا اعتبرت انها تي 1 مساويه لتي 1، والديستنس هون دي مساويه لدي اللي هون. بس هون هاي في في 1 في ريستريكشن عليها. ليش بكون في عندي ريستريكشن على التوب سبيد؟ ليش اللي بمنع عاده ازيد السبيد؟ موتور المحرك. اذا يوجوالي ايش ريستريكشن يعني؟ اذا رفعنا السرعه بتقل كثير السرعه. تمام، كلمه ريستريكشن شو يعني؟ في قيد، في قيود على السرعه، ما بقدر ارفع السرعه اكثر من هذا المجال. عاده المحرك اللي بيعمل لي The motor imposes في بعض الاحيان المحرك ما بقدر اني اطلع للسرعه هاي، فحتى اعمل كومبنسيشن حتى احقق بدي اضطر ارفع إيه؟ اذا الاوبتيمال بروفايل اذا ظابط عندي هو ترانجل. يعني هذا اوبتيمال. اوبتيمال من ناحيه ايش؟ انه بعطيني مينيمم تايم. اوكي ومينيمم. اذا بقدر احقق الترانجلر بروفايل هذا احسن بروفايل، اذا ما زبط معي بدي اضطر انتقل للترابزويد. السبب عاده اني ما بقدر احققه في عندي ريستريكشن من المحرك. دكتور التايم حكيت مينيمم تايم مش التايم نفسه على الجهتين. صحيح، بس انا هون اضطريت ازيد الاكسلريشن. يعني يا بدي اخلي التايم وازيد الاكسلريشن، يا بدي اخلي الاكسلريشن وازيد التايم، بدي ادفع ثمن. اذا هون بعطيني مينيمم تايم ومينيمم اكسلريشن البروفايل هذا مقارنه بالبروفايل هذا اذا بدي اقطع نفس الديستانس. اوكي، حط خط وحطهم هذول، خلينا احطهم نكتبهم بشكل واضح. وين حطيت الالم؟ اذا هون بهاي الحاله هذا بعطيني اوبتيمم، يعني بعطيني مينيمم تايم مينيمم اكسلريشن فور ا ديستانس دي. هلا اذا في ريستريكشن على التوب سبيد on Vmax اذا بدي اروح ترابيزويد، بدي يكون سبيد بروفايل عندي ترابيزويد. وبالحاله هاي يا بدي اضطر ازيد الزمن بنفس الاكسلريشن او ازيد الاكسلريشن حتى احافظ على نفس الزمن. واضحه هاي النقطه؟ اذا هلا تايم must increase for same acceleration او acceleration must increase for the same time. ماشي واضح من هاي؟ هلا بننتقل للبروفايل اللي فيه finite shape.